السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. في هذه الحلقة سنتناول موضوعين مهمين. سيكون الموضوع الأول حول الخطاب الطائفي في المناهج الدراسية وأثر هذا الخطاب على مستقبل التعليم، وكيف عملت الميليشيا الانقلابية على نشر أفكارها الطائفية والسلالية عبر المنابر التعليمية في المدارس والجامعات ومن خلال الدورات الثقافية التي تقوم بها، وأين تكمن خطورة هذه الأفكار وكيف يمكن الحد من انتشارها في أوساط المجتمع. أما في المحور الثاني من الحلقة سنتناول موضوع تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائية كأس آسيا. ماذا يعني هذا التأهل لجماهير كرة القدم اليمنية خصوصا في ظل الظروف الراهنة، وكيف يمكن التطوير من أداء المنتخب الوطني ليعود بنتائج مشرفة في نهائيات كأس آسيا، وما واجب الجهات المختصة تجاه هذا المنتخب؟ ولكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في موضوعي الحلقة، نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي عن أثر الخطاب الطائفي في المناهج الدراسية. الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الهودي عليه السلام، بعد سيطرتها على أهم مؤسستين في الدولة الجيش والشرطة، عمدت ميليشيا الحوثي إلى السيطرة على أهم ثالث مؤسسة وهي المؤسسة التعليمية، لإدراكها أن التعليم أقرب الوسائل وأكثرها فعالية لإيصال أفكار جماعتها إلى عامة الشعب وزرعها في عقول الأجيال. فقد تم تعيين شقيق زعيم الجماعة في منصب وزير التربية والتعليم، والذي بدوره شكل لجنة لإدخال أفكار الجماعة في المقررات الدراسية للمرحلة الأساسية التي تعتبر من أخطر المراحل الدراسية، كون الطلاب في هذه المرحلة أكثر قابلية للأفكار واعتناقها. وفي الجامعات فرض أكاديميو الجماعة الحوثية متطلبات غير مسبوقة وجعلوها جزءا من الامتحانات، فتم إدخال مقررين جديدين تحت مسمى الصراع العربي الإسرائيلي والتربية الوطنية كمطلب أساسي لجميع الكليات في الجامعات الواقعة تحت سيطرتهم. فضلا عن ذلك، كثف الحوثيون طباعة ملازمهم الطائفية ووزعوها بالتزامن مع تنظيم دورات ثقافية وفكرية إجبارية لموظفي العديد من المؤسسات خصوصا العسكرية. بشكل أو بآخر، استهدف الحوثيون منظومة التعليم بمختلف الأدوات والوسائل وحولوها لمتارس ومعتقلات، كما استهدفوها عسكريا، وتم تنفيذ حملات واسعة لتجنيد الطلاب من داخلها. كما عمدت الجماعة الحوثية أيضا على محاربة معاهد اللغات الأجنبية كونها في نظرهم خطرا على مشروعهم الطائفي. تمثلت حرب ميليشيا الحوثي على التعليم في أمور عدة، فإلى جانب إدخال الخطاب الطائفي في المناهج الدراسية، عملوا على قطع رواتب المعلمين وفرضوا رسوما على الطلاب تحت مسمى المجهود الحربي، كما جندوا الكثير من الطلبة في جبهات القتال، ليبقى التعليم ذو الطابع الطائفي سلاحا أكثر خطرا من الأسلحة الحربية. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش حول الموضوع المحور الأول وهو الخطاب الطائفي في المناهج الدراسية، ونستقبل أول اتصال من تعز عبد الله الشلبي. عبد الله، مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا سيد عبد الله، يعني نتحدث اليوم عن أثر الخطاب الطائفي في المناهج الدراسية الذي تعمدت مؤخرا ميليشيا الحوثي إدراج هذا الخطاب ضمن المناهج. يعني بداية، ما خطورة الخطاب الطائفي في المناهج الدراسية على المستقبل التعليمي وعلى مستقبل الأجيال بشكل عام؟ بالبداية نشكركم على هذه الاستضافة. أهلا بك. ونشكر أيضا المشاهدين الكرام. فيما يتعلق بالخطاب الطائفي الذي تنهجه الميليشيات، وخاصة فيما يتعلق بإدارة التعديلات في المناهج التعليمية، نعم، هو يعتبر بمثابة إعاقة من الإعاقات التي تعاني منها العملية التعليمية عموما، ويمثل يعني يزيد في تعميق الشرخ الاجتماعي والثقافي في أوساط المجتمع، نعم، إلى جانب تكريس ثقافة التبعية التي تمثل مصدر من مصادر الاستقواء وإذكاء الصراع أيضا. نعم أخي. نعم تفضل أكمل. يعني بمعنى آخر أن الحوثية استطاعت أيضا أن
عن أن توظف العملية التعليمية وما تقوم به في هذا الجانب باعتبارها أداة من أدوات الحرب التي تشنها على المجتمع اليمني عموما. نعم. واستطاعت أيضا هي تنقل تحاول أيضا نقل الصراع إلى العملية التعليمية التي يفترض أن تكون مجسدة لثقافة المجتمع بشكل عام، وتعمل على إعادة على تجديد أوضاع المجتمع وليس إعادة أوضاع المجتمع كما يسعى إليه الحوثيين بما يقومون به من عمل في العملية التعليمية. نعم، لكن يعني ما هي الوسائل التي اتبعتها الميليشيا يعني كما تلاحظون على أرض الواقع لنشر هذا الخطاب الطائفي؟ يعني هنا العملية التعليمية بات الأمر واضح، لكن يعني ما هي الخطوات والوسائل التي اتبعتها الميليشيا لنشر هذه الأفكار؟ هي مارست عدة أو قامت بعدة إجراءات في هذا الجانب، من خلال التحشيد في المدارس وخلق التبعية خاصة فيما يتعلق بالكادر التعليمي في المناطق المسيطر عليها لحشد الطلاب وتوعيتهم بأفكارها. إدخال بعض التعديلات أو الموضوعات في المناهج التعليمية سواء في التعليم العام أو في التعليم الجامعي، توظيف المدرسة. نعم، ده والحرب اللي تشنها المجتمع اليمني. نعم، طيب يعني ما هي الوسائل برأيك التي يعني من خلالها يمكن الحد من هذا الأسلوب المتبع من خلال الميليشيا وتوظيف المناهج التعليمية لأغراض طائفية؟ مزيدا من يعني خلق صورة الاستقلالية للعملية التعليمية. نعم. نشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر في أوسط المجتمع. نعم. التوعية المجتمعية خصوصا في أوساط المتعلمين بأهمية التنمية الذاتية بالذات للمتعلم. الحرص على ايضا اعتماد ادوات سليمه في العمل في احداث اي تعديل او تغيير في المنهج. نعم، اذا اشكرك جزيلا عبد الله الشلبي، كنت معنا من تعز. معنا متصل اخر من عدن، صالح الشارحي او عفوا صابر الشارحي. صابر، مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ الشهدي، مرحبا بكم، أسعد الله مساءكم ومساء جميع المستمعين الأجلاء، جمهورنا الكريم وكل طاقم البرنامج. أهلا بك. أشكر قناة بلقيس على إتاحة لنا هذه الفرصة لإيصال كلمتنا وإيصال تعبيرنا إلى كل أو إلى معظم فئات الشعب. أهلا بك سيد صابر. يعني نحن نتحدث اليوم في محور الحلقة الأولى عن خطورة الخطاب الطائفي والأسلوب المتعمد مؤخرا من قبل الميليشيا، وهي إدراج هذا الخطاب ضمن المناهج التعليمية. يعني ما تأثير هذا الأسلوب على المستقبل التعليمي وأيضا على مستقبل الأجيال القادمة؟ بصراحة ما تقوم به ميليشيا الانقلاب الحوثية من إدخال تعديلات، سواء كانت تعديلات مضمونة في مفردات المناهج الدراسية أو كانت عبارة عن مقررات إضافية أضيفت إلى المناهج الدراسية للطلاب الجامعيين والطلاب الأساسي، هي خطوة تهدف إلى زرع الفكر الحوثي الطائفي كما لتسويق أفكارها المتطرفة. هو عبارة عن نبذ أو زراعة العنف والتطرف وعدم القبول بالآخر. أيضا ما يقوم به الحوثي هو يعتبر كارثة بكل المقاييس، لأنه يقوم بزراعة أفكاره مستقبلا، بحيث أنه إذا انتهى الحوثي سياسيا أو عسكريا تبقى أفكاره مغروسة في هذا الجيل من الشباب إلى ما بعد 10 سنوات 15 سنة بإمكانه يستعيد قوته ورجعت اليمن في حروب جديدة.
بصراحة ميليشيا الحوثي تعدت كل المقاييس، يعني ما احترمتش الشعب ولا احترمت وطن ولا احترمت مواطن ولا احترمت حتى الطالب، بأنه تضيف يعني إضافة مقررات. كمان لو جينا نشوف هذه المقررات المفردة هذه على أساس نعرف إيش فيها، نوضح لي أشياء. الحوثي قام بإضافة مثلا مادتين في الجامعات أو لطلاب الجامعات، أضاف أيضا لطلاب كليات المجتمع الحكومية والخاصة بتعليم الصادرة من الانقلابي خالد الحوالي تمام المنتحل شخصية نائب الوزير، أيضا من الدكتور محمد قحوان المنتحل شخصية مدير عام وحدة المناهج. أضاف مادتين صراع عربي، والمادة الثانية سموها اللي هو الثقافة الوطنية. الصراع العربي لو جيت تشوف الى المدخل تدرج اوكي في اليهوديه والامريكيه والعدو الاعداء يعني العداوه بين المسلمين واليهود، الى ان تصل لمرحله انه يعني الحوثي بيقول يعني كانه شعار الحوثي اسقطوا بهذا الجانب او بهذه الماده اللي هو الموت الامريكي الموت الاسرائيلي. نعم. الحادث الشعار الوهمي هذا. الحاجة الثانية أضاف لنا مادة اسمها الثقافة الوطنية، ولتطلع على هذه الثقافة الوطنية خالية من الوطنية تماما. تمام. تداول مثلا فيها تاريخ الإمامة وبشيء من التمجيد وغيره، يعني حذف حاجة اسمها ثورة 14 أكتوبر و26 سبتمبر وأي حديث يتكلم عنها. لو تجي تشوف بدأ بتسهل. طيب هنا نقطة سيد صابر، يعني فيما يتعلق بهذه المقررات التي يعني أدخلوها ضمن المناهج، هناك أيضا بعض الأنباء لكن لا ندري ما مدى صحتها، يعني أنت في عدن حاليا، يعني يقال أن بعض المواد هذه يعني عممت على بعض المدارس في مناطق الشرعية، أيعقل ذلك؟ لا لا بصراحة، خاصة هذه المادتين في المناطق المسيطرة على الحكومة الشرعية ما في شيء مواد أضيفت ولا يمكن أحد يضيفها. نعم. ولا أحد يقدر يضيفها، وحتى الآن اللي يعني من قام بتدريس هذه المادة سواء في كلية المجتمع اللي هي الخاضعة مثلا أتكلم كمدير عام وحدة المناهج بالمجلس العالي كلية المجتمع، كل من ساهم في تدريس هذه المادة ونحن رافضين كل هيئة التدريس اللي يقوم بتدريس هذه المواد ستتخذ الدوام عقوبات اللي هو إحالة أو نجمع ملفات ونحيلهم إلى النيابة العامة. بصراحة يدرسوا يعني المفردات اللي يدرسوها هي تمزيق للنسيج الاجتماعي اليمني، هي تدعو إلى العنف والتطرف، يعني بحيث يخلق لك جيل عنفواني، خاصة هذه الفئة اللي ركز عليه في هذا الشباب من 18 سنة أو من يعني تحصلوا من 16 سنة إلى 22 سنة 23 سنة، هذول الملتحقين بالتعليم المتوسط بعد الثانوية. نعم. أيضا لو تجي تشوف مثلا هذه المادة أوكي بدينا قلنا بالفكر عن اليمن دوره وبالإسلام والمسلمين، ثانيا ربطوا ب بدي أعطي للطلاب كذا قابلية عن الفكر وربط الإسلام باليمن وإنه اليمنيين أول من دخلوا الإسلام أوكي دخلوا، لكن هو إيش يسوي؟ طيب لو تحدثنا عن الوسائل، يعني اليوم بات معروف أنه العملية التعليمية هي من الوسائل التي استغلتها الميليشيا لنشر المعتق أو الخطاب الطائفي الذي يحمله، لكن هل هناك وسائل أخرى أيضا يعني استغلتها هذه الميليشيا لنشر هذا الخطاب؟ هم عندهم الدورات في أحيانا، يعني معك أنت الموظفين حق الجهاز الإداري للدولة، تقام لهم دورات من قبل هذه الميليشيات، دورات أسبوعية، دورات في الشهر على اللي يعني لحرف الفكر الموجود، الفكر والمدنية الموجودة في الطاقم الإداري للدولة. أيضا تقوم بنشر الثقافة عن طريق وسائل الإعلام المسيطرة عليها سواء كانت الحكومية أو القنوات الأخرى التي تمتلكها الميليشيا، عن طريق المواقع الإلكترونية هي لا زالت تغرس فكرها أينما وجدت. يعني هذه لو تجي تشوف الميليشيا هذه أنا عبارة عن إيش تقدر تسوي، إنه بكتيريا ينتهي تبقى حق الأسبوع، يعني ممكن بأي وقت ترجع تنمو من جديد. طيب يعني ما هي الوسائل يعني برأيك الوسائل التي يمكن من خلالها الحد من هذه التصرفات ويعني إيقاف هذا العبث، يعني ما هي الوسائل أمام الجهات المسؤولة؟
الوسائل شوف لابد ان تكون هناك من الحكومه الشرعيه وقفه جاده، سواء اولا نحن نبدا كطاقم اداري في الدوله، لابد ان يكون لنا موقف في يعني ان نقدم استغاثه للامم المتحده، لمنظمة العلوم والثقافة، للمبعوث الأممي اليمن التدخل، كما التحالف العربي أن يوقف ضد هذا التصرف اللي تقوم به الميليشيا أمام مجلس الأمن وأمام الأمم المتحدة. أيضا لابد مثلا في المجلس في الجامعات اليمنية كليات المجتمع، هذه هي منشأة بقرار نعم التعليمي، إذا استمر الحوثي يستغل لتدريس أفكاره لأنه تعتبر خرجت عن أهدافه المنشأة عن طريقها في القانون، فلابد أن يصدر قرار جمهوري بإيقاف كليات المجتمع الحكومية الخاضعة تحت سيطرة الانقلابيين للجامعات اليمنية، أن يوقف ويتحمل الحوثي مسؤولية الطلاب. نحن في كليات المجتمع لن نعترف بأي شهادة صادرة ما بعد 2018، لن نعترف ما بعد 2017-2018 اللي هو هذا العام الحالي، لن نعترف بأي شهادة. يتحمل الحوثي مسؤولية الطلاب اللي يعني اللي تظلم بهم بتدريسهم هذا الفكر. ايضا وسائل الاعلام لابد ان تقوم بدوره، احنا مستعدين ان نمد وسائل الاعلام بكل الادوات اللي قام فيها الحوثي في تدريس حق هذا الفكر، كل ما يثبت ذلك، كل ما يثبت انه الحوثي تعدى على العمليه التعليميه. ايضا الحكومه النائب العام لابد ان يكون له موقف، النائب العام هذه تعتبر الآن قضايا جنائية في حق التعليم ترتكبها ميليشيا الحوثي لأنه خطورته مستقبلا على الوطن بشكل عام أو حاليا حتى. كمان نحن الآن نقوم بتجميع ملفات إدانة سواء لمن شرع عنه شرع درس هذه المادتين من الكادر الأكاديمي أو من الكادر الإداري من تعامل مع هذه المادتين، نجمع عليهم ملفات وامامهم. اذا وضحت الصوره دولة. وضحت الصوره، اشكرك جزيلا صابر الشارحي، كنت معنا من عدن. مشاهدينا هناك ايضا بعض التعليقات وصلت على البث المباشر الخاص بالبرنامج في فيسبوك. احمد شوقي الاغبري، احمد شوقي يقول يعتبر الخطاب الطائفي في المناهج الدراسية حربا تمتد أثرها للمستقبل في قبل الحاضر، حيث يعمل الخطاب الطائفي على تمزيق الهوية الوطنية والحضارة اليمنية ويتم استبدالها بهوية ذات بعد طائفي، هوية تخدم الجماعات الطائفية وتمزق النسيج المجتمعي وتزرع العنصرية والطائفية بين أبناء الوطن الواحد. تعليق آخر لراجح حاج، راجح يقول الخطاب الطائفي هو أشد من الحرب في الجبهات بما فيه من تأثير على الطلاب، يجب على العلماء والدعاة أن يقوموا بواجبهم في هذا المجال. إذن مشاهدين هناك أيضا بعض المشاركات وصلتنا عبر واتساب، نستعرضها سويا ومن ثم نستكمل بقية الحلقة ونستقبل اتصالاتكم. سمعنا بأن هناك مادتين أضيفت لكليات المجتمع اللي هي المادة الأولى تخص الصراع العربي الإسرائيلي والمادة الثانية فيما يخص الثقافة الوطنية. أعتقد أن كليات المجتمع هي كليات تقنية تحاول دائما جاهدة تواكب سوق العمل وليس لها علاقة بهذا الصراع. طبعا الصراع العربي الإسرائيلي في هناك أكاديميات خاصة مختصة في هذا الجانب. إضافة إلى ذلك الثقافة الوطنية، نحن منذ نعومة أظافرنا نعلم وقد تربينا على هذا الكلام في المدارس الابتدائية والثانوية، ولا أعتقد أنه كليات المجتمع محتاجة لهذه المادة بالذات من وجهة نظري كأكاديمي. طبعاً المادة لما نجي نشوفها في البداية أو ملخصها أو بالسيلبس حق المادة نفسها، هناك تبدأ بتاريخ اليمن وتنتهي بعدين بالمسيرة القرآنية وفيما يخص السياسة الموجهة لأجيالنا أو لأبنائنا في كليات المجتمع. ونحن على علم بذلك بأن شباب كليات المجتمع لا يتجاوز أعمارهم 20 إلى 23 سنة، وما بالأصح مثل النواة ممكن تشكيلها
زي ما يشتي المدرس أو مثل ما يشتي أي إنسان متوقع. بما معنى آخر أنه الجماعة هؤلاء هزموا عسكريا وسياسيا، وأعتقد أنهم يريدوا أن تكون لهم بصمة. ضافت مادتين مقررين اللي يسموها الصراع العربي الإسرائيلي، مقرر الثقافة الوطنية، هو يعتبر تدمير فكري، تدمير مناطقي، يعني تمزيق للنسيج الاجتماعي اليمني من خلال الأفكار اللي درسوها عن طريق هذه المادتين. بصراحة احنا في المجلس العالي لكلية المجتمع، لدينا كليات المجتمع والطلاب اللي فيها المناهج هي مناهج تقنية، الغرض منه تخرج طلاب تقنيين إلى سوق العمل، لكن يجي الحوثي يضيف مواد، يضيف مقررات دراسية. يعني المادتين هذه يغرس فيه بالأفكار حقه، الأفكار المنطقية، الأفكار الشيعية، أفكار إيرانية، على أساس إذا انتهى سياسيا أو تم حسم المعركة عسكريا يبقى أفكاره مغروسة في الجيل، في الجيل هذا من الشباب اللي هم طلاب كلية المجتمع، بحيث إنه بعد 10 سنوات 15 سنة ممكن هذا الجيل يستعيد طاقته سياسيا عسكريا، نرجع بمعركة مستقبلية، صراع مستقبلي. إذا نستكمل استقبال بقية الاتصالات في المحور الأول. معنا عمار المشولي من السعودية. عمار مرحبا بك. أرحب بك وأحييكم على هذا البرنامج الرائع الذي يهتم بقضايا الوطن والمواطن. أهلا بك عمار. يعني نتحدث اليوم عن الخطاب الطائفي وخطورة هذا الخطاب بإدراجه في المناهج الدراسية، يعني ما هي الخطورة على المستقبل التعليمي وأيضا على مستقبل الأجيال بشكل عام؟ والله يا أخي شادي، دعنا أول نتحدث عن، لما تحدثنا عن الخطاب الطائفي فعنواننا الأبرز ما يحدث اليوم في صنعاء من قبل الميليشيات الحوثي والجماعة هذه السلالية. دخلت هذه الجماعة إلى العاصمة صنعاء بحجج واهية، طبعا الكل يعرف أبرزها ما تغلت به بخدمة المواطن من أجل عندما قامت الحكومة برفع الدعم للمشتقات النفطية، والجميع يذكر حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة، ثم انقلبت على كل مقدرات الدولة شيئا فشيئا. سعت هذه الجماعة لتمكين ذاتها وتغيير إدلبية المجتمع ومؤسسات الدولة، عملت على خطاب طائفي سلالي يعني لا يقبله المجتمع البتة، واليوم تسعى لأدلجة وتثقيف الشباب اليمني وشحنهم بأفكار مذهبية طائفية تماما كما تصنع داعش، لا يختلف شيء. وهذا مؤشر في اعتقادي خطير جدا، سوف ندفع ثمنه باهظ إذا لم نتحرك كمجتمع يمني بكل أطيافنا لإعادة هذه الجماعة إلى مقرها في كهوفها في مران. اليوم على النخب أن تعي حجم الخطر والتبعات. اليوم ما تعمل هذه الجماعة لعسكرة النساء ما يسمى بالزينبيات وحشر الشباب وحشر دماغ الشباب بثقافة يعني مغايرة عدائية لا تقبل بالآخر. طيب يعني كيف يمكن الحد من كل ما ذكرت؟ يعني ما الوسائل التي يجب اتباعها من قبل يعني الجهات المسؤولة في الشرعية أمام كل هذا العبث؟ والله إذا عملنا بين قوسين من الطبيعي أن نتحدث وأقول يعني حسم عسكري. الحسم العسكري هذا مطلب طبيعي على اعتبار أن هذه الجماعة تغنت بشعارات من أجل خدمة المجتمع، والبسطاء طبيعي أنه تأثروا، وكان على أساس أنه بتخدم المجتمع بإنقاص الألف الريال يعني بين قوسين. المسألة يعني اكتشف المجتمع أنه هذه الجماعة سأت من أجل الانقلاب على السلطة، من أجل تمكين ذاتها وتغيير ثقافة المجتمع بفكر آخر مغاير. نحن عشنا مع كل الطوائف جنبا إلى جنب، تربطنا عادات تقاليد مجتمعية، يعني حتى أن نذكر أخي شادي في مرة من المرات قامت مظاهرات من أجل
فلسطين، وكان في تعنت إسرائيلي، وفي الأخير حتى شاركت الجالية اليهودية معنا، وكان الأمر طبيعي لأنه تربط نحن جماعة يعني عادات تقاليد ومحبة وتعايش بالضبط بالآخر. وهذه الجماعة جاءت بفكر مغاير تماما، لا تقبل بالآخر، يعني تدمر المنازل. إذن يعني وضحت فكرتك سيد عمار المشوري، كنت معنا من السعودية. مستقبل أو عفوا متصل آخر حول الموضوع، يعني سينضم إلينا أمين الشدادي من تعز. أمين مرحبا بك، حياكم الله. أهلا سيد أمين، نتحدث اليوم عن الخطاب الديني وكيف يعني أو الخطاب الطائفي تحديدا، كيف عملت الميليشيا على إدراج هذا الخطاب للمناهج التعليمية؟ يعني ما خطورة هذه الخطوة بنظرك على مستقبل العملية التعليمية وأيضا على مستقبل الأجيال بشكل عام؟ طبعا نشكر قناة بلقيس على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة بهذا الحوار. أهلا بك. طبعا ميليشيا الحشد الطائفي الكهنوتي التي قامت بالانقلاب على الدولة والشرعية بقوة السلاح طبعا لها أهداف كبيرة جدا. نعم. الهدف الرئيسي من هذا الانقلاب وأيضا من تغيير المناهج هو خلق جيل مشوه فكريا وعقائديا. نعم. يؤمن بخرافة الكهنوت المتمثلة بالحق المقدس في الحكم والولاية، وكذلك تهدف إلى السيطرة على وعي المجتمع من خلال تنشئة أجيال تؤمن بحق السلالة المقدسة في الحكم وتعمل على تثبيت هذا الحق على أرض الواقع، وأيضا تهدف إلى تغيير هوية وبنية المجتمع اليمني وإلغاء كل ما يعبر ويرمز إلى الهوية اليمنية التحقانية، وكذا تعمل على تنشئة مجتمع مؤمن بفكرة أنه لا يحق ولا يجوز لحكم اليمن إلا من كان من السلالة، وما يستطيع ذلك من إلغاء فكرة إقامة حكم ديمقراطي عادل. نعم. في البلاد. طيب إذن وكذلك تهدف أيضا. نعم تفضل. إلى وتهدف أيضا إلى إلغاء كل أهداف ثورة سبتمبر التي ضحى لمليون من أجلها بآلاف الشهداء، والهدف الرئيسي وهو من هذه الثورة هو بناء مجتمع ديمقراطي عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. طيب باختصار يعني سيد أمين، يعني ما هي الوسائل التي يعني بإمكانها الحد من كل هذه الفوضى التي تقوم بها الميليشيا يعني باختصار؟ طبعا أهم وسيلة لمواجهة هذا التمدد الطائفي البغيض وهو على الحكومة الشرعية وعلى إخواننا في دول التحالف أن يتم أو التعجيل بسرعة الحصن العسكري. نعم. لأن لا يمكن أن نواجه هذه السلالة وأن نتركها تعبث بعقلية أجيالنا إلا باجتزازها من أرض اليمن، لأن بقاها وتمددها هو خطر على المجتمع اليمني وعلى المجتمع الإقليمي وكذا على المجتمع العربي بكافة. وأنا أدعو كل أطياف المجتمع اليمني وقواه السياسية وكذا القوى الاجتماعية أن تقف وتترحم فيما بينها لمواجهة هذا الخطر الداهم. وضحت فكرتك، أشكرك جزيلا أمين الشدادي، كنت معنا من تعز. مشاهدينا نستعرض قبل أن ننتقل إلى المحور الآخر، نستعرض مجموعة من منشورات الفيسبوك التي يعني كتبت حول هذه القضية، نتابعها سويا. تعليق أول لنبيل الفقيه يقول: هذه قنبلة موقوتة سنحصد سلبياتها مستقبلا، وهذه أخطر من السيطرة على أسلحة الجيش لأنها تنشئ جيل عقائدي لا يؤمن إلا بما هو مؤدلج وغيره باطل. مشاركة أخرى لناصر أبو سالم يقول: القلوب التي لوثتها ثقافة طائفية لا تعرف ثقافة الحب والسلام، ولو رقاها أيوب والفضول فهي نفوس مفخخة بالشر والويل والثبور للإنسان وكل مقومات الحياة والعمران. نحن أمام جيل ملوث بعقد طائفية وشحنات عميقة للحقد والانتقام والكراهية، مفتقد لثقافة الحب. لو كان الأمر بيدي لجعلت قصائد الحب لكبار الشعراء قدامى ومعاصرين ضمن المناهج الدراسية،
لا يعني يقصد لا جعلها مواد إجبارية في هذه المناهج. تعليق آخر، تعليق آخر لسهيل يقول: من المعلوم أن لدى الجميع أن التعليم هو سر نهضة الدول وارتقائها، فبالتالي أي تعديلات وإضافات للمناهج التعليمية في أي مكان سيكون له تبعات اقتصادية وثقافية، كانت تلك التبعات سلبية أو إيجابية. وللأسف الشديد مشكلة المناهج التعليمية في اليمن ليست وليدة اللحظة، وإنما هي عدة مشاكل تراكمت مع الزمن حتى وصلت بفضل الأوضاع الحالية إلى ما هي عليه الآن. ولعل من أسوأ ما خلفته الحرب في اليمن عبث الميليشيا السلالية بالمناهج التعليمية التي كانت هي في الأصل متدهورة، وأثرها سيدوم لسنوات طويلة حتى بعد أن تنتهي الحرب. ولكن كيف؟ إن البنية الثقافية والفكرية التي يكتسبها الفرد غالبا ما تكون من محيطه الذي في الأساس يحدده التعليم، فلا وعي وفكر بدونه للأخير. إذن تعليق آخر، مفيد الغيلاني. مفيد يقول: ما تعيشه اليمن اليوم هو نتيجة لذلك الخطاب الطائفي الذي تم دسه في المناهج التعليمية التي تربى عليها هذا الجيل. وإذا ما ذهبت لتتبع ذلك ستجد المئات من الأمثلة على ذلك، والتي لن نذهب لشرحها، فتتبعها والوقوف أمامها ربما سنحتاج لعشرات المجلدات. ولكن سأورد لكم مثلا واحد، وهو سبب الدمار الذي تعيشه اليمن اليوم، بل والذي يعيشه العالم العربي والإسلامي. فلو قرأت كتاب السيرة النبوية مثلا من الصف السابع وإلى الثالث الثانوي، كل محتوياته غزوات ومعارك، وكأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا بالقتل ولم يكن له وظيفة أخرى غيرها. فأين الأهم؟ إظهار حياته الاجتماعية وتواضعه وأخلاقه الفاضلة في التعايش، أم القتل والغزوات وغيرها؟ إذن هذا آخر تعليق. مشاهدينا، سنبدأ بالمحور الثاني. المحور الثاني نتحدث فيه عن تأهل المنتخب الوطني، لكن سنبدأ في استقبال اتصالاتكم حول هذا المحور بعد فاصل قصير. إذن مشاهدينا، نبدأ بمحورنا الثاني في حلقة اليوم. هذا المحور نتحدث فيه عن تأهل منتخبنا الوطني لنهائيات كأس آسيا. سنتناول فيه موضوع التأهل، يعني ماذا يعني هذا التأهل لجماهير كرة القدم اليمنية في ظل الظروف الراهنة، وكيف يمكن العمل على تطوير أداء المنتخب للخروج بنتائج مشرفة في نهائيات كأس آسيا، وما دور الجهات المختصة تجاه المنتخب في النهائيات. نبدأ باستقبال اتصالاتكم عن الموضوع. نستقبل أول اتصال من المملكة العربية السعودية، أشرف عبادي. أشرف، مرحبا بك. مساء الخير أستاذ شادي. مساء النور الجميع. مساء النور، أهلا بك سيد أشرف. يعني اليوم نتحدث عن منتخبنا الوطني وتأهله لكأس نهائيات كأس آسيا قبل يومين. يعني بداية، ماذا يعني لك تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس آسيا في ظل الظروف التي يعيشها المنتخب نتيجة للواقع؟ أولا ألف ألف مبروك للجمهور اليمني العريض في الداخل والخارج، ومبروك للجهازين الفني والإداري على هذا التأهل المستحق. اللاعبين الإداريين الكل بذل من جهودهم. المنتخب هو وحد الشعب في هذه الظروف العصيبة، في ظل الحرب، في ظل انعدام الغاز، انعدام الأمن، انعدام الاستقرار في الوطن. كان هو البسمة الوحيدة الذي زرعها هذا المنتخب هذا الأسبوع بالتأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة بمسمى الجمهورية اليمنية، حيث أن قد سبق تأهلنا بالمسمى القديم عن طريق جمهورية اليمن، ما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. هذا المنتخب هو نواة منتخب حقيقي قوي إذا تم الاهتمام فيه وزراعة وتبليل الصعاب وإيجاد مدرب كفو وقوي من أجل قيادة المنتخب في المرحلة الجارية.
طيب يعني بعد هذا الفوز، بعد هذا الفوز وهذا النجاح سيد أشرف، يعني ما الواجب على الجهات المعنية تجاه هذا المنتخب؟ يعني بطولة كبطولة نهائيات كأس آسيا، هناك منتخبات كبيرة، لكن إذا ما نظرنا لإمكانيات منتخبنا هي بسيطة في الأصل، يعني ما الواجب تجاه هذا المنتخب الآن؟ شادي، المنتخبات التي سنلعب معها هي منتخبات قوية، ربما خدمتنا القرعة في وضعنا بجوار دول ليست لها باع كروي كبير مثل طاجيكستان والنيبال والفلبين، لكن الدول التي سنلعبها في النهاية هي دول كبيرة جدا مثل الكويت، مثل إيران والسعودية وغيرها. لابد على الاتحاد كرة القدم أن يضع ويضع خطة. الآن نتبقى ما يقارب 6 إلى 7 أشهر لإعداد المنتخب. ماذا نريد من النهائيات؟ وما هي الطموحات التي سنجعلها؟ أول خطوة لابد أن إعداد الخطوة الكاملة، إيجاد مدرب كفء عالمي. لا نقلل من إبراهام، إبراهام عمل جهده، ولكن المرحلة المقبلة هي مرحلة نهائيات، نحتاج إلى مدرب ذو قوي شخصية. الآن الحمد لله المنتخب فيه كمية كبيرة من المحترفين في دول الخليج يقدرون أنهم يلعبوا بشكل مستمر، وفي ظل توقف الدوري في الوطن ما نعاني من الحرب وعدم الآلات الطارة إلا عن طريق البر، لكن مجموعة اللاعبين اللي موجودين في الخليج هم كأكفاء وقادرين، لكننا نحتاج إلى مدرب، نحتاج إلى مباريات تجريبية عالية، نحتاج إلى دعم مالي ومعنوي بالنسبة للاعبين وبالنسبة لإعطاء مدرب كفء عالمي. أنا أعتقد أنه لو كان هناك مدرب عالمي سنقدم نتائج أفضل، سنقدم على الأقل حتى نتائج مشرفة تليق بالحدث الكروي الكبير الذي سنشارك فيه في دولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم. نعم، إذن وضحت فكرتك، أشكرك جزيلا أشرف عبادي من السعودية. متصل آخر معنا طارق الحسني أيضا من السعودية. سيد طارق مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك أستاذ شادي، وأهلا بجميع المستمعين والمشاهدين. في البداية نحب نبارك للجميع، جميع الشعب بكل أطيافه بكل فئاته على هذا الحدث التاريخي. نعم. الذي قدمه هؤلاء اللاعبين. أيضا الفرحة التي رسموها على الشعب الذي انهكته الظروف وانهكته الحروب، هذا الشعب قدم، هذا المنتخب قدم لهذا الشعب بريق أمل، يعني نشر السعادة في اليمن بكل يعني بكل ما تعنيه من كلمة. طبعا المنتخب اليمني الآن مقبل على مرحلة أهم وهي النهائيات. طبعاً يعني مرحلة، هي مرحلة ليست بالبسيطة أمام فرق يعني كبيرة وإمكانياتها عالية، لكن يعني من خلال المباراة الأخيرة التي أجراها المنتخب، كيف تقيم أداء هذا المنتخب؟ بالنسبة للمنتخب في المباراة الأخيرة كانت أهم هو تحقيق النتيجة الإيجابية بغض النظر عن المستوى، يعني كان تعامل المدرب إبراهام، ايضا تعامل اللاعبين ذوي الخبره كالصافي كالحارس عياش، يعني كان مهم انهم يحصدوا النقاط بغض النظر عن الاداء. طبعا في النهائيات سيختلف الوضع، طبعا عندما يتم توزيع القرعه سيتم تصنيفنا كمستوى الاخير في المستوى الرابع. نعم. في المجموعه طبعا سنلاقي منتخبات قويه، طبعا ما يهمنا هنا هو المشاركة أولا، لأنها تعتبر أول مشاركة للمنتخب اليمني في نهائيات آسيا بغض النظر عن التأهل السابق للمنتخب اليمني. يعني لازالت الفرصة لازالت موجودة، يعني هناك أيضا فترة إلى أن يبدأ تصفيات النهائيات لكأس آسيا، وهناك فرصة أمام الجهات المعنية في الدولة يعني تقديم الدعم لهذا المنتخب. يعني أنت في الواقع يعني ما الذي يحتاجه هذا المنتخب؟ ما الذي يجب من الجهات المختصة أن تقدمه لهذا المنتخب؟ يعتمد على القرعة التي ستجرى بالنظر إلى المنتخبات التي ستكون معنا. أتمنى أن نقع في مجموعة سهلة لمنتخبنا. أما من حيث المسؤولين يجب عليهم أن يشعروا المسؤولية،
تجاه هذا المنتخب الذي أسعد المجتمع اليمني بكل طوائفه. يجب عليهم الدعم المادي، الدعم المعنوي، توفير المؤسسات، تذييل الصعوبات للاعبين. معروف تنقل اللاعبين معروف من مناطق من منطقه الى منطقه داخل المدن اليمنيه صعب جدا، اللاعبين يرهقون السفر والمسافات داخل الارض اليمنيه بسبب الاحداث الراهنه. يجب ان يوفر لهم يتمهد لهم السبل، توفر لهم تسهل لهم الصعوبات، يجب يعني ان توفر لهم بيئه مناسبه لهذا الحدث التاريخي للمنتخب اليمني. نعم، اذا اشكرك جزيلا طارق الحسني، كنت معنا من السعوديه. نستقبل اتصال اخر معنا، نبيل الفقيم من السعوديه. سيد نبيل مساء الخير. السلام الله عليك اخي الكريم، اخ شادي والجمهور الكريم. وعليك السلام. نتحدث اليوم عن تاهل منتخبنا الوطني لنهائيات كاس اسيا، يعني بدايه ماذا يعني لك تاهل المنتخب الوطني الى نهائيات كاس اسيا في ظل الظروف التي يعيشها هذا المنتخب وتعيشه البلد بشكل عام؟ اولا اخ شادي ابارك للمنتخب وللجماهير الرياضيه والجماهير اليمنيه ككل. التأهل أتى في وقت صعب جدا بحيث كلنا يعرف أنه لا دوري هناك، وغياب الدولة وكذلك الأندية في شكل شلل تام تماما، إلا بعض أنشطة تحدث سواء في صنعاء وغيرها لا تذكر، بمعنى لا يوجد رافد للمنتخب. لكن هناك خطوة أخرى تم دمجهم في الأندية القطرية وهذا شيء جيد. ما قدموا وما بذلوا خلال المسيرة خلال العام من بداية التصفيات على مراحل كان إعداد جيد لا بأس فيه، لكن كان غياب العنصر أقصد المدرب لم يوظف إمكانية اللاعبين جيدا، مع أنه نشكره أنه بلغ مرحلة وتأهل، لكن هناك لاعب مثل على الصاصي وغيره وأيمن الهاجري الدفاع يعني لاحظنا بشكل مخيف في المباريات الأخيرة سواء مع الفلبين أو الليبيان. عند عنصر الهجوم غاب تماما وهذا يؤثر. إذا ما نظرنا إلى اللاعب اليمني أساسا تبدأ أن كلنا يعرف أن من بداية 2000 أو أعتقد في تأهل الناشئين لكأس العالم كأس آسيا وكأس العالم حينها نأتي في دور الناشئين دائما ما يتأهل الناشئين آخر، ونحن لدينا الآن منتخب ناشئين متأهل إلى نهاية كأس آسيا الذي أخذ. طيب باختصار يعني باختصار ما الذي يحتاجه المنتخب، ما الذي يحتاجه المنتخب في يعني من دعم من الجهات؟ هذا شيء مهم وما أريد أتطرق إليه. ما نريده أن إعداد المنتخب من الآن، لأنك ستواجه كلها منتخبات قوية، 24 منتخبات عن آسيا، منتخب عن آسيا بعد أن زادوا مجموعة 4 منتخبات. ما نريده هو تأهيل اللاعب اليمني عبر مباراة ودية، كذلك ستكون البطولة هو في يناير من العام القادم، بمعنى أنه سيكون قد قامت الدوريات في دول الجوار والدول الأخرى. نعم. عليهم أن يكون تعاقد مع الاتحادات الأخرى لدمج اللاعب اليمني في الأندية، ومثل ما فعلوا مع الاتحاد القطري يعملوا مع أكثر من اتحادات، يكون مستعد نفسيا مستعد لياقيا عنده مهارات لأن الدوري هناك، وكذلك المباراة الودية من حين إلى آخر، بمعنى يريد إعداد خطة من الآن، وكذلك يكون مدرب يوظف إمكانية اللاعبين لديهم مهارات فردية كما رأينا مؤخرا. نعم، إذا أشكرك جزيلا، كنت معنا من السعودية نبيل الفقيم. مشاهدينا نكتفي باستقبال الاتصالات إلى هنا، وصلنا إلى نهاية الحلقة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة، معد الحلقة والمنتج عمر النهمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.